يرجع إنشاء أول مخبز لبناني في منطقة النجرة بالكويت محافظة حولي إلى عام 1952 ميلادية، ومؤسسه هو جاعد عسكر فارح المطيري. وترجع كلمة خبز لبناني المتداولة في الكويت إلى هذا المخبز. وفي الخامس من مارس من عام 1957 ميلادية افتتح محمد ناصر الحمدان مخبزا في قرية الفنطاس ليكون أول مخبز في القرية. وتذكر روايات أخرى أن أول مخبز في قرية الفنطاس افتتح حوالي 1945 ميلادية في بيت الشيخ سلمان المالك الصباح المطل على البحر.